صباح النور حليمة، صباح النور مستمعين الكرام، شكرا للاستضافة. صباح الخير. صباح النور. ولو صباح بطعم، نعم بطعم الوفاة والألم والحزن. نعم الحمد لله، يعني المغاربة كاع عشنا ظروف شوية صعيبة، باقين عايشينها، باقي الخوف، باقي بزاف ديال الأمور. نعم الحمد لله على كل حال، ونتمنى إن شاء الله الأمور تتحسن. نعم نعم، كما تنقولوا كل سلبي عنده إيجابي، ونتمنى الإيجابية تكون إن شاء الله من القدام. نعم، على ذكر السلبيات أستاذة أمل، يعني وحنا كنعيشوا هذا الواقع الأليم، أحداث كثيرة يعني شفناها، وكلام كثير تقال، وكما تنقولوا لها بالدارجة كلها كيلغي بالغاه. أحداث عند وقوع الكوارث الطبيعية أكيد أحداث مؤلمة، ماشي سهلة علينا نتقبلوها أو نتعايشوا معها. وكيف ما قلت في بداية الحلقة، يعني كاينين مناطق اللي الله يحسن العوان اللي كانت متضررة، اللي صفرات على خسائر بشرية كثيرة، خسائر بشرية ومادية، أسر مشاو، ضحايا، وليدات، أسرة بكاملها، ولا كتلقاي غير الولد اللي بقى، ولا المراه اللي بقات، ولا الراجل اللي بقى. حقيقه وحنا تنواكبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال ما ترصده الاذاعه الوطنيه من يعني من معلومات موثوقه، نتالم اكيد، نتالم وما عرفناش كيفاش نتعايشوا في الحقيقه مع هذا الحدث استاذه. وهو اولا كنبغي نقول عزانا وعزاكم واحد، تعازينا الحاره لهاد الاسر كاملين. عشنا داك الليله الاولى واحد الخوف بشتى الدرجات. نعم يعني ولو حنا كنا بعاد كنقولوا سلا ورباط، حسينا بالضرر، عشنا الخوف. عشنا الخوف. نعم. جوسكا بريزون كاين الناس اللي مازال مضرين نفسيا. صحيح صحيح، وانما ملي كنشوفوا الصور والفيديوهات، وكنشوفوا الناس اللي كانوا فريمون ضروا في نفس المكان اللي ضرب فيه الزلزال، كنقولوا هي اللهم لك الحمد على كل حال. وانا كنتاثروا بالتاثر ديال دوك الناس، لان كيف ما قلتي مشاو اوصار، يعني الدواور تمحاو، ما بقاوش، ما كاينش بحال عمر ما كان داك الدوار. صعيبه، ناس اللي عايشين هنا وعائلاتهم اللي هي كاين، اللي ما بقى عنده حتى شي واحد من العائله، كان بوحدو هنا. دونك بقى بوحدو. هذا الشيء استاذ الا سمحتي حنا دابا تنقولوه، لكن راه ماشي بحال اللي عايشوا، ماشي بحال اللي عايشوا ولو للحظه. انا وانت دابا ما عمرك ما تقيسوا، ما عمرك ما تحسوا. انا وانت دابا والمستمعين يتخيل غير المنظر، ما يقدش عليه. شوف، هي باش نكونوا زعما واضحين، صعيب، اصعب شعور هو داك الخوف، انك تعيش الخوف. دابا الزلزال داز، يعني حنا الكوارث الطبيعيه ما كنتحكموش فيها. يعني الواحد دابا تينعس وتيقول شنو، واش غادي يعاود زلزال، واش غنعيشوا شي كارثه اخرى، شي حاجه اللي ما ماشي في يدنا، ما غاديش نقدروا نتحكموا فيها. الخوف كاين، حنا ما يمكنش تحيد الخوف، وما يمكنش تحكم في الكارثه الطبيعيه، كيفاش غنتعايشوا؟ هذا الشيء هو السؤال اللي كيطرح نفسه بإلحاح، هو راه خاصنا نتعايشوا، لانه باش تعيش واحد الحياه اللي هي ولا بدها توفر فيها، يعني خاصك تخدم وخاصك تقرا وتوفر واحد الاحساس والشعور بالامان اللي داير بيك. صح. الناس راه عندهم وليدات. انا كنتذكر الليله اللي وقع الزلزال، اكيد انا صابني الخوف، وانما كتولي في ديك اللحظه كتقول انت خايف، ولكن في نفس الوقت ما خصكش تبين بزاف ديك درجه الخوف داك الوليدات، لانهم خصهم يحسوا بالامان. هذا الشيء كنهضروا عليه، وحنت راه بعيد على 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 الضربه الاساسيه والرئيسيه اللي ضربت، يعني ولا بد. انا كنقول اني ما يمكنش غاد واحد غادي يتجاوز هذا الاضطراب او هذا الشعور اللي وقع له بالخوف وللالم النفسي بوحده، بمساندة ديال الكل، اللي هما احنا مواطنين عاديين، بمساندة الكل، بمساندة ديالنا، بتضامننا مع بعضياتنا، أكيد أكيد، وبالمحنة ديالنا على بعضياتنا. هنا شوف، يعني ضروري تنقولوا مساندة الكل، يعني
الشعب العادي المواطن عادي ولا حبذا كاين حتى المتخصصين النفسيين ان هنا باش كنبانوا يعني ما كناخذوش المهنه ديالنا حنا كمرافقين نفسيين والاخصائيين راه مهنه وصافي مهنه نبيله كتواكب هنا كان كيبان الدور ديالنا الفعلي لانه كنبقاو ولو حنا خايفين وانما كنقولوا على الاقل حنا اوتي عندنا دي زوتي لي شي شويه كنقولوا غنتجاوزوا ما هي الكارثه والصدمه كانت اصعب واكبر بكثير من انك تقول كتجاوزها وانما هذا واقع الحاجه اللي اكيد كما تنقولوا ديما كاين حاجه اللي هي صعيبه وفيها ايجابيات هو الحمد لله اليوم شفنا واحد التضامن كبير من الشعب المغربي يعني احنا خلينا نشوفوا غير الواقع اليوم الواقع كاينه كارثه كانت كارثه شنو الحوايج اللي كان ممكن احنا نقولوا كان بيدينا نديروها قبل باش نديروا اقل ضرر وحنا عارفين اليوم ان الدواور اللي كلاو العصب بزاف سي فغي كانت ضربه كبيره وانما كان سي نورمال لانه كان مبنيين داك الدور باشياء اللي هي بسيطه جدا دوك الناس كانوا ببساطه اليوم ولينا كنشوفوا بانه كاين طرقان اللي عاد بداو كيتقادوا هذا الشيء كيخلينا نديروا بعدا اللي علينا حنايا في واحد الناحيه الشعب دابا اليوم داير اللي عليه الحمد لله بين التضامن ديالو وانه راه كاين شعب مغربي واقف يعني بلا ما كنتسنى اكيد راه كاين الدور ديال الناس اللي هما مسؤولين وانما حتى الشعب راه واقف باش يضم مع خوتو ان كل واحد فينا تاثر حيت الكارثه الطبيعيه ما كتختارش بلاصه وكتحيد بلاصه مره اخرى ما عرفناش فين غادي تجي صحيح دونك التضامن هو اللي بدا يكون هذا باش كتقوي بحال كدير واحد التوازن بداك الخوف اللي انت عايشه ان خصك تشغل راسك الا بقيتي عايش غير بداك الشعور ديال الخوف وانا غتجي والمجهول وغتجي كارثه اخرى راه ما غتشد والو غير كتزيد بحال داك الحفره اللي كتزيد تغرق 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 وكتزيد تكبر كتكبر اكزاكتومون ماشي حل دونك الواحد يشغل راسه بما هو مفيد على الاقل كيولي داك الضمير ديالو مرتاح تيقول على الاقل درت جي سوفي كيلكا عاونت دوك الناس لانه حسيت بانه انا ممكن كنت نكون تما فكنحاول ندير واحد التوازن على الاقل باش كنخفف داك الضرر ديالك الشعور في الخوف اللي كاين وحنا هنا كان ممكن يوقع لنا نفس موقع تما اكيد لان خاص الانسان يتخيل الصوره كما هي كيف ما قلنا يعني كاينين مناطق اللي تضروا اكثر واللي يحسوا بالزلزال يعني بشكل قوي واكثر من بعض المناطق الاخرى في المملكه لكن هذا لا يعني اننا كلنا عشنا حاله من الرعب كلنا عشنا حاله من القلق والتوتر خصوصا يعني الليله الاولى والثانيه والثالثه اللي هي البارح يعني باقيين حنايا كما تنقولوا في لب الحدث ف ما غنقولوا شيء نتجاوزوا باش نكونوا صادقين مع نفوسنا غادي نتعايشوا لان حتى التجاوز استاذه غتكوني متفقه معايا يحتاج الى الوقت اكيد وهي مساله الوقت غير هذاك الوقت شنو كدير فيه هي فاش اللي هضرت عليها وانه ملي كتشغل راسك وكتمشي مثلا عند مختص او كتكون واحد المسانده اللي هي نفسيه ومعنويه من عند الناس اللي دايرين بيك كتقدر هذاك الوقت يكون مفيد يعني يكون عنده حيت الوقت راه فيك في كاين يعني غيتزاد نهار نهار فهمتي النهارات راه كيتزادوا ما كيوقفوش عليك حتى برا وانما الا مشيتي شغلتي راسك وفريمون مشيتي مثلا كانت واحد المسانده كانت واحد يعني الواحد كيحس بواحد التوازن كيخدم عليه ماشي واحد اللي والله يحسن العون انا كاينين امور اللي اكبر منا هنا اللي كنهضروا على المتخصصين لان كاينين الناس اللي فعلا دخلوا في داك القوقعه ديال القلق والتوتر والخوف اللي ما قدروش يخرجوا منها كما كاين معروف ان كتكون واحد الاضطراب من بعد الصدمه اللي كاين صعيب على حساب كما كنقولوا دابا الزلزال فجرب الا ضرب اليوم راه ضرب في واحد البلاصه اللي هي شويه فيها الصخور وفيها الجبال لو كان ضرب في واحد البلاصه اللي هي هشه كان غيكون الوقع اكثر لان راه صعيبه راه نفس الشيء ملي كنقولوا الانسان ملي كيكون متوازن نفسيا ملي كتجي واحد الصدمه تتكون اقل ضرر راه بحال الزلزال يعني الواحد اليوم راه الكوارث الطبيعيه كاينين التوتر كنعيشوه يعني اليوم ما تسناش حتى الكارثه الطبيعيه اليوم عايشينها ما عرفناش شنو جي بحال جات الوقت كورونا عاوتاني ما كناش معروفين شنو عارفين غادي نعيشوها ولا لا وعشنا يعني احداث وعشنا فوالا مازال نعيشو حدنا في هذه الحياه وحنا كنعيشو يعني الواحد صحيح ما لا مفر من انك تخدم على شخصيتك وعلى التوازن النفسي ديالك لانه بغيتي ولا كرهتي اقل شيء ممكن يزعزعك بحال اللي وقع الزلزال الا كانت شي حاجة اللي هي صلبة وخدمتي عليها كيكون أقل ضرر هو الضرر كاين نعم متى يكون أقل ضرر كيكون أقل يعني ضروري اليوم
اللي هو متوازن وخدم على راسه شويه تيقد يشد راسه باش بغيت مضطرين اليوم نوقفوا على رجلينا. لو كان عندنا الخيار نجلسوا نبكيو لان صعيب داكشي اللي عشنا ومازال كنعيشوا، وحنا مضطرين لان احنا مسؤولين على ناس اخرين ومسؤولين ان نوفروا بزاف ديال الامور ومسؤولين نوقفوا حتى مع هاد الناس معنويا نفسيا ماديا. دونك ما يمكنش غتمشي تساند ماشي واحد. ماشي كلشي غينهار ولو اننا منهارين. كيف ما قلتي كاينين ناس اللي عندهم وليدات وعندهم مسؤوليه ولا بدها توقف، وكاين الناس اللي عندهم والديهم مسنين وكاين يعني خاص الانسان كيف ما قلتي تقوى. انا دائما تنقول بان مادام عايشين في الحياه والا نتوقعوا بان يعني كل نهار ورزقه كل نهار شنو غيجينا. هذاك الشيء اللي كنقولوا حنا غيوقع للاخرين راه ممكن يوقع علينا حتى حنا اكيد. ومادام اننا عايشين في هذه الحياه وبطبيعه الحال حنا ما تنعرفوش شنو الانسان ممكن يتعرض ليه، تنقول الانسان دائما يكون داير واحد الكركاسه، يكون دائما حامي نفسه، بمعنى ان الحاجه اللي كنستقبلوها ما نخليوهاش تدخل معنا الى الاعماق، ولو اننا حنا راه مضرين يعني راه ربي عالم بينا حنا كاملين يعني كمغاربه كيفاش حالتنا النفسيه دايره. ولكن تنظن بان اي واحد فينا تيخصو يحاول يستوعب هاد الصدمه الجماعيه اللي يلا تكلمت عليها مع الاستاذ والدكتور ايمن قشوشي، ونحاولوا نحاول نشوفوا دائما الحلول كيفاش نخرجوا راسنا من هاد الحاله. اكزاكتومون كيف ما قلتي لا سيتوياسيون الا حنا عايشينها هذا واقع ما غاديش نهربوا منه وما نرجعوش للور. اليوم اشنو نقدروا نديروا؟ نخرجوا بحلول ونخرجوا باشياء اللي هي ايجابيه. بنا كيف ما قلنا التضامن اللي واقع اليوم بين هذوك الطرقان اللي اليوم غدا فعلا تيوقعوا امراض وفيات، كاين العيالات اللي كيولدوا تما وما كيلقاوش يعني الطبيب، يعني هذا الشيء خصنا كما كنقولوا يعني كي واحد الواقع اللي ما كانش باين او كنا كان بعض المرات نديروا عين ميكاليه خصنا نشوفوا كما كنقولوا انه الكوارث فينا الحوايج اللي صعاب فينا كاين امور اللي بحال وليدات مساكن اللي وحلوا في المدارس، كاين اللي يعني شي امور اللي كتجينا ربما حنايا متعايشين هنايا في واحد الظروف اللي ربما احسن ما كنشوفوهاش. الا مشيتي غير فكرتي انك عشتي في ذاك الدوار نهار واحد كيفاش غتعيش؟ يعني ابسط الاشياء خاصك تخدم عليها وخاصك توفرها، ودوك الناس راه شحال هما تيهضروا ماشي عاد عاد هادشي جديد. صحيح وانما هادشي نشوفوا حنا ما نبقاوش نلوموا ولا نعاتبوا اولا نرجعوا هادشي امور تاويليه اللي هي غير زايده. نعم. نشوفوا الحاجه اللي ممكن نديروها حنا كمواطنين كشعب كمختصين اللي نفيدوا بها راسنا ونفيدوا بها دوك الناس. صحيح، هناك قرى ومناطق زلزلها الفقر قبل ما يجي الزلزال. اكزاكتومون وعاد وكان عقل انا كنشوف يعني مجموعه ديال الناس اللي كانوا فعلا كيحاولوا يوصلوا دوك المناطق وكانوا كيدوا لهم، ولكن كانوا في الحقيقه صحيح كانوا مساعدات وانما شوف مني مساعده اليوم ها انت كتشوف اليوم تبارك الله التضامن كاين لا من خارج لا من داخل المغرب ولا من خارج المغرب، ولكن اليوم الطرقان تتفتح كاين يعني طرق اللي هي جويه باش يوصلوا المساعدات. نوفروا هذه الوسائل نوفروا الطرق نوفر مسائل اللي هي بسيطه جدا. اما اليوم استاذه ملي كنتكلموا على المساعدات الحمد لله الشعب المغربي والمواطنين يعني بصفه عامه الحمد لله قدروا يوفروها يعني بواحد الشكل تبارك الله كثير وخير ربي هذا يعني الناس كلهم ساهموا بالقليل وبالكثير. لكن السؤال كيفاش هذه المساعدات توصل لهاد الناس؟ راه هنا فين بقى هو راه هذا الشيء اللي تنهضروا عليه لانه كاين بينها لان ناس الصباح كنسمع في الاخبار ان كاين طرقان اللي تفتحات يعني كان لي الضرات اللي كانت اصلا كاينه طرقان اما كاين شي بلايص اللي ما فيهمش طرقان وكان هادوك الدواور كانوا من زمان هما تيهضروا على الطرقان كيهضروا على واحد مريض كيفاش يوصلوا للسبيطار كيوصل للسبيطار يعني هادشي اللي خاصنا اليوم نسلطوا عليه الضوء الكارثة ما غنخدموش عليها باش نحيدوها الكوارث الطبيعيه ما يمكنش نخدموا عليها وانما كاين واحد الحاجه واقعيه كاين دواور اللي منسيين الناس اللي منسيين كل شيء خصو يتجند الشعب بين بانه موجود
بلا ما تعيطوا ليه هو موجود ما احتاجش انه يخرج واحد الاخبار ولا واحد البلاغ انه نوضوا الشعب صح. لا كل شيء نض لا من خارج المغرب ولا من داخل المغرب دونك الناس المسؤولين في المناصب يساعدوا هاد الشعب باش يقنن وباش فعلا اليوم انايا في سلا ولا في رباط غنوصل واحد المساعده غنعرفها غتوصل للدوار الفلان فلاني ووصلت لبلاصتها دونك هادشي الا درنا يد في اليد راه اكيد هادشي ما غنقولوش انا وحنا كنقللوا الاضرار يعني كنقولوا نديروا اللي علينا ولا كانت كتبت شي حاجه مرحبا بها حنا هادشي ما كنشدوش ولكن نديروا اللي علينا حنا كناس كبشر كمواطنين نعم طبيعه الحال من الجانب الانساني والواجب الوطني كذلك ديال كل مواطن مغربي كانت في حقيقه بمثابه مسيره بيضاء الا بغينا نسميوها مسيره بيضاء من المغاربه جندو خرجوا كان واحد الحب يعني كبير اللي بينوا عليه المغاربه الناس اللي يعني كانت الاولويه وكاينه دابا اليوم الاولويه هما هذوك الناس اللي تساعدوا وقفوا معاهم ويساندوهم نفسيا ومعنويا وسبحان الله شفت الصباح صور من دوك الناس البساطه اللي عاشوا الكارثه ومازال الابتسامة تيقولوا الحمد لله يعني شوف البساطة كتخليك دير واحد لابريز دو كونسيونس لحياتك كلها صحيح كتقاد في أولوياتك بلا لا يطريه لك كتولي أولوياتك بحال نهار الزلزال واش تفكرتي في شي حاجة أخرى لا كتفكر في وليداتك يعني كتعاود تدير ترتيب الأولويات شنو اللي كان خصني ندير شنو اللي ما كانش خصني هذه مسألة طبيعية لأنه أي حدث كيوقع لنا في الحياة عموما إلا من الطبيعي أنه كيوقع لك واحد لابريز دو كونسيونس باش كدير في إعادة ترتيب الأولويات إعادة فيها المسار ديال حياتك مسألة طبيعية نعم ماذا بينا نديرو ترتيب الأولويات ونقلو من الكلام اللي ما عندوش فايدة لأن مع هذه نقطة أخيرة اللي غنتكلموا فيها معك أستاذة أمل طوهري كثرت الكلام وكثرت التأويل اللي دارت حول زلزال الحوز وشفنا الكثير يعني من وقرينا كثير من الأشياء اللي تقالت فعود الإنسان ما يقول يعني هاد الأشياء بشكل ما وصيغة بصيغة ما يحاول يشتغل على نفسه أكيد. يحاول يرصد يعني طاقة إيجابية للناس وهذا الموضوع كذلك غادي نتكلموا فيه من خلال حضورك معنا إن شاء الله يوم الخميس حول المعلومات اللي كنشوفوها مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي من أقاويل وتآويل الله يهدي هاد الناس مع الأسف دابا مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين يعني كيخليك تعيشوا شي حوايج اللي ممكن ما تعيشهاش أو العكس يعني من بين الحوايج اللي كانت تأويل ديالهم وردوا بزاف ديال الأمور اللي هي كوارث طبيعية اللي علميا تيشرح لك شنو وقع انه غضب الله وبزاف ديال الامور نخليو الدين ونخليو علاقتنا بالله جانبا الله يرضي عليكم اولا هذوك الناس بساطة الناس راه كاين اللي ماتوا تسبيع في الدو يعني ما بقاوش ندخلوا في شي حاجه اللي فعلا راه ما يمكنش نعرفوها ما يمكنش راه هذاك الشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى أكيد. اليوم انت كانسان اللي كتهضر مورا تليفون ولا مورا شاشه ولا كيف ما واتيفر شنو اللوتي اللي ولا الوسيله اللي كتهضر موراها دير ليه عليك راه حتى واحد فينا ما عارف شنو غيلقى له تماما الكارثه الطبيعيه راه ماشي المعنى المباشر ديالها راه كاين شي حاجه اللي علاقته بالله هذاك الشيء كله تيعرف به غير هو والله سبحانه وتعالى والله اللي تيعلم والله اللي تيعلم رحيم صحيح صحيح رحمة شوية صحيح رحموا بعضياتنا ورحموا هاد الناس ما نزيدش انا واش الناس عائلة كما قلتي عائلة تمشى ونزيد نقول لهم غضب الله واش ما لا يعقل الا كيقول لك قل خيرا او صمت الا غتقول شي حاجة مفيدة ومزيانة مرحبا هادوك التأويلات راه الناس كتعاني وراه كنعقل كنشوف انا هذيك الليلة بناتي شادين للتليفون تيقراو اخبار وهما في بلاصتهم واقع والو وكيموتوا بالخلعة دونك تشوف هذيك في عائلات وأسر اللي ممكن يوقع بلا زلزال غيموتوا في بلاصتهم غير بسبب دوك الأخبار والتأويلات اللي تيوقعوا الله يجازيكم بخير شوية ديال الضمير راه الناس في نفسيا كتعاني وما عندكش أنت ما نزيدوش عليهم شكون أنت يعني ما عندك لا تخصص ولا شي منصب اللي كيؤول لك أنك تحدد هاد الشيء سبب وشنو إلا كنت عالم وعندك سبب علمي وضحوا ما عندكش ما كاين لاش تأويل ما عنده
ما ينفع غير يضر. هذا الشيء بطبيعة الحال كينشر الهلع بين الناس والخوف، وثم هاد التأويل حقيقة وكيف ما قلتي يعني ما تعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الواحد دائما إلى راجع راسه وما يراجع نفسه وما يبقاش يحاسب الناس لأن الله اللي تيحاسب بوحديته. وهذا الموضوع كيف ما قلنا غادي نطرقوا ليه بتفصيل معك إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. إن شاء الله أستاذة أمل الطواهري، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الصباح في الاستوديو. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. كنجدد تعازي ديالنا للناس اللي تضروا. 10:55